مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في هذه اللحظات سعاد عبد الله بن مبارك المهيري يكرم السيد عابر بخلفان الهاملي مالك الظبي في الشوط الرئيسي. هذا هو عابر وايضا بسويلح مضمر الظبي في هذه اللحظات. تهانينا والناموس والخنجر تذهب الى اهالي الغربيه. تهانينا والناموس السيد عابر بخلفان الهاملي في الشوط الرئيسي. شوط الخنجر ذهب مع الظبي لسيد عابر بخلفان الهاملي. وفي هذه اللحظات يجي دور تكريم بالدرع لسيد محمد بن زايد المنصوري مالك شاهين وايضا صاحب التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لسيد محمد بن زايد المنصوري واهالي الغربيه يرفعون الخنجر وايضا الدرع. تهانينا والناموس مشاهدين الاعزاء والشكر موصول لسعاد عبد الله بن مبارك المهيري مدير الاتحاد لسباقات الهجن. وايضا هذه هي الصوره التراثيه لايضا الفائزين والفرحه في جائزه زايد الكبرى. مشكور يا بن صويلح ومشكور يا محمد بن زايد المنصوري.